بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اصحابي واصدقائي، ورجعنا لكم تاني في قناة ذاكر لي يا بابا، ورجعنا تاني مع اروى. هنذاكر مع اروى النهاردة اللغة الانجليزية. اروى في الصف الثالث الابتدائي اللي هو ايه المنهج الجديد. احنا اصدقائي بنشرح من كتاب المعاصر اللي هو كونكت 3 المعاصر، ماشي، اللي هو ايه المعاصر الكتاب الجديد اللي هو ايه 2021. هنبدا اصدقائي. اول المنهج اسمه هو ام اي، يعني برضو احنا شغالين في منهج جديد هو من اكون، ماشي. اول درس، بص يا اروى، اول درس اسمه ايه، اول يونت اسمه اي فيل هابي. يعني اي فيل هابي يا اروى؟ يعني انا متحمس، يعني انا اشعر بالسعاده، انا اشعر بالسعاده. اي فيل هابي، انا اشعر بالسعاده، ماشي. هنبدا مع بعض الدرس. الدرس الاولاني هنا اي فيل يعني انا اشعر، اي فيل انا اشعر. هنا نبدا مع بعض. اي فيل اكسايتد يعني اشعر بالحماسه او انا متحمس. I feel excited. I feel happy. يعني happy سعيد. I feel happy سعيد. I feel hungry. يعني أنا جائع. I feel hungry. قول معي hungry. Happy. Excited. طب نيجي هنا التاني سريستري. سريستري يعني عطشان. يبقى I feel سريستري. يعني أنا أشعر بالعطش. طب I feel angry يعني أشعر بالغضب. angry أشعر بالغضب. يبقى عندنا إحنا angry وhangry الاتنين آخر أربع حروف شبه بعض، الاختلاف في الأول حرفين. يعني عندك hangry تبدأ بـ H U، أما angry تبدأ بـ A، والكلمتين بينتهوا بـ N G R Y. يعني تبقى تفرقي في النطق. لما أقول لك hangry تقولي جائع، اما لما اقول لك انجري تقول ايه غاضب. غاضب. نيجي هنا اي فيل ساد. ساد يعني ايه؟ حزين. حزين. اي فيل ساد. ساد يعني حزين. ساد يعني ايه؟ حزين. هنا اي فيل تايرد. تايرد يعني مرهق متعب. تايرد مرهق او متعب. دول ايه بالنسبه لدول ايه الحاجات اللي عندنا في الدرس، اللي هم الشعور، الإحساس. الإنسان بيشعر بالحماسة، بالسعادة، بالجوع، يشعر بالتعب، يشعر بالحزن، يشعر بالغضب، يشعر بالعطش. دول إيه الإحساس. نيجي نشوف المحادثة بتاعتنا. هيقول لك استمع وقرأ وتبادل الأدوار. يعني إحنا إيه نمثل الأدوار دي مع بعض. listen read and role play. هنا هنقول إيه يا أروى؟ I feel today. I feel happy today. I feel happy today. يعني أنا أشعر بالسعادة اليوم. يبقى أقول لك I feel happy today. يعني إيه أروى I feel happy today؟ يعني أنا أشعر بالسعادة اليوم. طب how do you feel؟ هنا أنت بتشعر بإيه النهاردة يا هنا؟ يبقى إيه how do you feel هنا؟ انت بتشعري بيه النهارده يا هنا؟ فهنا ردت له قالت له ايه؟ I feel excited. انا متحمسه. طب ايه سبب التحمس بتاعها؟ بتقول له daddy is coming home soon. daddy is coming home ايه؟ soon. soon يعني هيجي ايه؟ سوف ياتي في المنزل قريبا. راح سالت يوسف بتقول له ايه؟ How do you feel يوسف؟ انت بتشعر بايه يا يوسف؟ How do you feel يوسف؟ راح يوسف رد قال لها ايه؟ قال لها It's hot. انه جو حار. I feel thirsty. يعني جو حار انا بحس بالعطش. I feel ايه اروى؟ thirsty. thirsty يعني عطشان. عطشان يعني ايه؟ thirsty. فين thirsty؟ هي عطشان، ماشي. نيجي صاحبتنا دي هتقول مي تو يعني وانا ايضا.
بس قالت ايه؟ And I feel hungry. And I feel ايه؟ Hungry. And I feel hungry. يعني انا ايه عطشانة بس جعانة برضو. عطشانة بس ايه؟ جعانة. ماشي؟ راح قالوا ايه هما الاثنين مع بعض؟ قالوا let's go to the kitchen to have something to eat. يعني الجملة دي يعني هيا بنا نذهب للمطبخ لنجد شيء ما لنأكله. عشان نلاقي شيء ما ايه؟ نأكله. لنأكله. نقرأ مع بعض المحادثة مع بعض. أول محادثة I feel happy today. How do you feel؟ هناء. I feel excited. Daddy is coming home soon. How do you feel, Yusuf؟ قال it's hot. I feel thirsty. قالت me too and I feel hungry. يعني أنا أيضا أشعر بالجوع. لح قال لهم هم الاثنين قالوا لبعض let's go to the kitchen. Kitchen يعني المطبخ. To have something to eat. عشان نشوفوا حاجة ناكلوها. ماشي؟ هنا يا أروى الصفحة دي جايب لنا أيوة اقرأ تتبع ثم اكتب. يعني يعني زي ما انت عملتيهم كده كلمة ايه دي؟ دادي. دادي دادي يعني اب. انت دوست عليها وكتبتيها شاطرة. كم هوم يعني ايه كم هوم؟ يأتي للمنزل. قولي وراي يأتي للمنزل. يأتي للمنزل. يبقى كم هوم يعني ايه؟ يأتي للمنزل. عليك انت برضو ايه كتبتيها. توداي يعني اليوم. قولي وراي توداي اليوم. توداي اليوم. توداي اليوم. اليوم. وانت برضو ايه كتبتيها. هوت حار او ساخن. هوت يعني ايه؟ حار او ساخن. هوت حار او ساخن. ودي كتباها برضو. ماشي. ايت يأكل. ايت ايه؟ ايت يأكل. ايت ايه؟ يأكل. ايت يأكل. مي تو. وانا ايضا. مي تو وانا ايضا. وانت كتباها. ماشي؟ ماشي. هنيجي نشوف التدريب ده هنعمل فيه ايه. اقول اقرأ واخطأ الاجابة الصحيحة. I. هنا قال لك excited. excited احنا خدناها يعني متحمس. excited يعني متحمس. فيقول لك في الاختيارات read. read يعني يقرأ. feel يشعر. go يذهب. يبقى I feel ايه اروى؟ يبقى ايه I ايه؟ I feel انا اشعر. يبقى I feel ايه؟ excited. بنحن نختار I feel هنا. حط خط تحت I feel كده أروى. شاطر. نيجي هنا هيقول لك let's go to the to eat. ايه اللي هنروحوا له عشان ناكله فيه؟ المطبخ. فين كلمة المطبخ؟ اللي هي kitchen. يبقى ايه let's go to the kitchen. يبقى نختار kitchen. حط خط تحت kitchen. يبقى ايه؟ اخترنا كيتشن. يبقى let's go to the kitchen to eat. هنا كلمة school ده المدرسة. هناكل احنا في المدرسة. park. park اللي هو ايه الحديقة. نروح ناكله في الحديقة العام مثلا البارك؟ لا احنا ناكله ايه في المطبخ. يبقى let's go to the kitchen to eat. طيب هنا يا اروى يقول لك I feel thirsty. قالت مي ايه؟ مي تو. وانا ايضا. فين تو هنا؟ تو نين نختارها؟ تي. نختار تو اللي هي تي او او. يبقى لي اي فيل ثريستري مي تو. يعني ايه مي تو يا اروى؟ وانا ايضا. وانا ايه؟ ايضا. نيجي هنا هيقول لك هاو هو وير وهاو دو يو فيل اي فيل تايرد. يبقى نختار ايه احنا هنا؟ نختار هاو يعني هاو كيف او كيف. How do you feel؟ ما شعورك؟ كيف تشعر الآن؟ How do you feel؟ I feel tired. أنا إيه أشعر بالتعب. يبقى نختاروا إيه؟ علامة استفهام how. اسمي يبقى نختار إيه؟ علامة استفهام. لا أداة استفهام دي. أداة استفهام how. نختار إيه؟ أداة استفهام إيه؟ how. هنا يقول لك I feel. طب I feel إيه؟ يا sad. أيوه. Hungry. يا stressed. نختار ايه اي واحده فيهم؟ لا ما نختارش لسه. نقرا باقي الجمله. قال لك ايه باقي الجمله؟ let's
have something to eat. يعني الجملة دي يعني let's have to something to eat يعني نشوف حاجة ناكلوها. يبقى الواحد لما يشوف حاجة يأكلها يبقى عايز عنده شعور بيها بالجوع. عنده شعور بالجوع بنقول I feel hungry. I feel إيه؟ حط خط تحت I feel hungry. hungry هين. اختار hungry كده. ماشي. كده بإحنا خلصنا يا أروى إيه التدريب ده. نيجي بقى إيه القاعدة بتاعتنا يا أروى بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ بص معايا كده هنا. هيقول لك التعبير عن المشاعر. تعبير إيه؟ عن المشاعر. عن المشاعر. بيقول لك لما تشعر بحاجة تقول I feel. I feel إيه؟ والصفة اللي أنت بتشعر بيها. هنا هيقول لك دي I feel happy. أنا أشعر بالسعادة. يبقى عندنا كلمة I feel هي الأساس معانا، بس الشعور هو اللي بيختلف. I feel happy. هنا I feel stressed. أشعر بها بالغضب. I feel stressed يعني أشعر بها أروى بالغضب. لا لا I feel stressed اصحي معاي. I feel stressed أشعر بالعطش. stressed عطشان. stressed إيه؟ عطشان. ركزي معايا يا أروى، بشوفك أنت مركزة طلعتي مش مركزة ولا حاجة. بصي كده معاي. طب كيف تشعر؟ يعني نسأل عن واحد انت بتشعر بيه. انت بتشعر بيه نقوله how do you feel. how do you feel يعني انت بتشعر بايه. how do you feel انت بتشعر بايه. او كيف تشعرين. how do you feel. that I feel angry. angry دي بتاعتنا اسمها اشعر بالغضب. angry يعني اروى اشعر بالغضب. هنا جيب لك أغنية بدأت تحفظيهم يا أروى وتخدم لك منيهم، وانت أصدقائي خد بالكم من الكلام ده تحفظوه. I feel يبقى I feel happy. I feel stressed. تسأل حد انت بتشعر بيه. بص يا أروى هنا الأغنية بتاعتنا I feel stressed. تقول معايا كده I feel stressed. How do you feel? I feel angry. How do you feel? How do you feel? I feel hungry. How do you feel? How do you feel? We feel happy, and we hope you do too. يعني ونحن نشعر نتمنى لكم ان انتوا تبقوا سعداء زينا. ماشي اروى. هنيجي بعد كده اروى تحل التدريبات. انت كاتبه هنا يقولك استمع وتتبع واكتب. عليك انت كاتباهم ايه دي happy excited يعني ايه excited متحمس stressed عطشان hungry جائع tired متعب feel يعني يشعر sad حزين ايوه angry angry يعني هو غضبان angry غضبان ماشي. هنيجي نحل دول مع بعض يا اروى. هاني بيقول ايه هو يقول جايب لك ثلاث كلمات تكتب كلمه منهم في النقط واحده تختارهاش. هنا هاني بيقول how do you نقط how do you ايه شاطر يبقى ادي فيل اكتبيها كده يبقى هاو دو يو فيل. هاو دو يو فيل هنا يبقى هاو دو يو فيل مها انت تشعر بيها مها. هنا مها قالت يا اي فيل يا اكسايتد. I feel excited. اكتب كده excited. I feel excited. E X C I T E D. Excited. I feel excited. هنا هنوصل. اقول اقرا ووصل. ايه دي يا اروى؟ دي H A B و B Y. Happy. ودي angry. يعني angry يعني غاضب. هانجري اللي هي الثانية بتاعتها اللي هي جوعان. هابي فين صورة هابي؟ وصليها بكلمة هابي. ماشي؟ طيب هنا كلمة انجري غاضب فين صورة غاضب؟
اي وصليها بيها. ماشي، نيجي هي كلمة هانجري. هانجري يعني ايه؟ جائع. فين كلمة صورة هانجري؟ اهي شاطرة. هنا في التدريب بتاعنا يا اروى الثاني جايبنا ايه؟ اكسايتد يعني متحمس. معايا؟ اكسايتد يعني ايه؟ متحمس. وساد؟ حزين. تايرد؟ متعب. سريستري؟ عطشان. هنا الواد ده شكله ايه؟ شكله متعب. لما اقول اي فيل ايه؟ اي فيل تايرد. فين تايرد فيهم؟ تايرد. شاطره، اكتبيها هنا اهو، اي فيل تايرد. فيل تايرد. تي اي ار اي دي. دي كلمة ايه يا اروى؟ تايرد. طب نيجي التاني هنا، الواد ده شكله ايه؟ حزين. يبقى اي فيل ايه؟ ساد. اي فيل ساد، انا حزين. اي فيل ساد، اشعر بالحزن. يبقى اس اي دي. ماشي شاطر قوي. نيجي الكلمه الثانيه، الصوره الثانيه بتدل عليه واحد قاعد كده وبيفكر في كوبايه ميه، يبقى ايه؟ عطشان. يبقى اي فيل سريستري. يبقى اكتب سريستري كده، تي اتش I R S T Y سريستري. I feel سريستري. طب هنا الثانية بتقول ايه؟ I feel واحد ايه كده متحمس. يبقى I feel ايه؟ excited. excited يعني ايه؟ متحمس. اكتبي excited. E X C I T E D. I feel excited. E D. ده I feel excited. كده بيحللنا احنا التدريب ده. التدريب ده بتاعنا جبنا أربع كلمات وجبنا أربع صور. هنا واحد متعب يبقى I feel tired. tired يعني متعب. حزين I feel sad. عطشان I feel stressed. متحمس I feel excited. I feel ايه؟ excited. هنا جبنا يا اروى، جبنا صور والكلمه بتاعتهم بس ملخبطنا الحروف، بس هي ملخبط الحروف، هنحلهم مع بعض. هنا ايه يا اروى؟ يقول لك ايه دي؟ دي عايش شايف شكله غضبان. يبقى اي فيل انجري. انجري يعني ايه يا اروى؟ غاضب. تعرفي تكتبيها؟ لسه ما تحفظتيش الكلمات. اكتب معايا كده اي ان انجري. اي ان اي ان جي ار واي واي. انجري بانجري يعني ايه؟ غاضب. طب كلمه اكسايتد، اكسايتد دي يعني متحمس. تعرف تكتب اكسايتد؟ اكتب كده اكسايتد. اي اكس E X I C C E X C I T E D I I اكتب حرف ال I I T E D excited. يبقى excited أول تحفظيه من الحصة الجاية. E X C I T E D C I T E D. هنا كلمة إيه أروى؟ دي الصوت بتدل عليه الواد ده عطشان. يبقى نكتب سريستري عطشان. سريستري اكتب معاي تي اتش اي تي اتش اي ار اي ار سيريس. يبقى لما اقول سيريس نكتبها اس اس تي واي. سريستي تي واي. يبقى كلمة دي سريستري. سريستي. سريستي يعني اروى؟ عطشان. سريستي عطشان. اس تي واي اخر. يبقى تي اتش اي ار اس تي واي. دي سريستري. نيجي اروى هنا يقول لك جيب لك صوره ويجيب لك جمله قدامها وبيقول لك حط علامة الصح على الكلام ده يناسب الصوره ولا لا. هنا اروى يقول لك ايه؟ اي فيل سريستري.
اي فيل. الواد ده صح عطشان؟ لا دي شكله غاضب، يبقى نحط علامه غلط. عشان كده سيليستي عطشان، بس هو الصوره ان هو غاضب. طب ليتس جو تو ذا كيتشن، هما في المطبخ على كده، في المطبخ، يبقى الصوره دي صح. ليتس جو تو ذا كيتشن، صورتنا صح. اي فيل تايرد، ده شكله متعب؟ لا ده واحد فرحان، يبقى نقوله اي فيل تايرد، دي عباره غلط، حط علامه غلط قدام الصوره. ماشي. هنا اروى يقول لك اكتب جمله اسفل كل الصوره، ده ايه يا اروى؟ متحمس. يبقى نكتب ايه؟ اي فيل اكسايتد. اي فيل ايه؟ اكسايتد. اكتب كده اي فيل اكسايتد، اكتب اي، هساعدك انت لسه ما حفظتش الدرس كويس، اكتب اي 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 كابيتال اروى، الجمله تبقى اي كابيتال عشان دي اول الجمله. اي كابيتال يا اروى كده، اي كابيتال، اي اي ايه؟ فيل اف اي ال اف اي اف اي اي ال اي اي ال اي فيل. اي فيل ايه؟ اكسايتد، لا فيهاش تي يا اروى، اي فيل اخرها ال برضو، اي اف اي اي ال اي فيل، اكتب حرف ال ال اي فيل. اي فيل ايه؟ اكسايتد، اكتب معايا اكسايتد، اي اي فيل اكسايتد يا اروى، اكسايتد كاتبينها فوق احنا اهو، اكسايتد اي فيل اكسايتد. اي فيل اكسايتد. نيجي هنا الجمله دي نحط نقطه عشان دي جمله، نحط نقطه اخرها. نيجي هنا اروى يقول لك ايه ده؟ واحد حزين. I feel sad. I feel ايه؟ sad. اكتب I feel هي هي دي وحط جنبها sad. اكتب كده I I feel F E E L L. خدي مسافة sad S A D A D. دي اسمها حط نقطة، دي اسمها هي I feel sad، أنا حزين. I feel sad أنا ايه؟ أنا حزين. نيجي هنا أروى أيوه، انظر وجاوب. في انظر وجاوب هنا إيه؟ جايب لك إيه أروى؟ هاو دو يو فيل؟ هاو دو يو فيل؟ ده الواد ده إيه؟ سعيد. يبقى أي فيل إيه؟ هابي. أي فيل هابي، اكتب هابي. اتش أي بي بي واي، بي بي تقيلة وبي بي واي، يبقى اي فيل هابي. طب نيجي هنا الثانية، ده الواد ده ماله؟ جعان. فهيقول لك هاو دو يو فيل؟ اي فيل هانجري. هانجري اكتب معايا هانجري، اتش يو ان يو ان جي ار واي ار واي هانجري. يبقى اي فيل، حط نقطة، محطوط نقطة خلاص، النقطة محطوطة. يبقى اي فيل هانجري. هنا يقول لك هاو دو يو فيل؟ اي فيل ايه؟ تايرد، متعب. يبقى تي اي ار اي دي اي دي تايرد. بس والسؤال الثاني اللي وراه نظام سؤال خط، يبقى اكتبيه بعد التسجيل. وكده يبقى خلصنا حصتنا النهارده مع اروى، ويا ريت تشتركوا في القناه، ولو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بلايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.